السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع الإخوان والأخوات اللي التحقوا بيا في هذا الفيديو الجديد. إذا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة وعجبكم المضمون ديالها، تابوناو وفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. اليوم غادي نتكلموا على واحد الجريمة وحشية وقعات بمدينة سلا. سلا وما أدراك ما سلا، هاد المدينة اللي كنتمناو يا ربي انها تنقى شي نهار من المنابع ديال الاجرام وديال المخدرات. والله يعفو على جميع الشباب والله يهديهم يا ربي امين. الجريمة اللي غنتكلموا عليها اليوم هي اب غيصفيها للابن ديالو بشكل مروع، والاسباب انا بالنسبة ليا تافهة جدا وما كتستحقش هاد الشي كامل، او لانها طيح على ودها الروح. كاينين حلول بزاف، خاص غير الانسان يجلس الارض ويفكر ويهضر ويناقش ويلعن الشيطان. اذا اهتزت قريه ولاد موسى بمدينه سلا نهار الثلاثاء الماضي بسبب جريمه قتل نفذها اب في الستينيات من العمر في حق الابن ديالو اللي ما كيتجاوز العمر ديالو 26 سنه. والغريب في الامر ان الاب استغل فرصه انه كان الضحيه كيصلي ونزل عليه بمقدة. الاب حاول يقتل ولده وبسبب الصدمه حاول ينتحر ويتبعه، شد نفس السلاح اللي هو مقدة وبدا كيدبح راسو على مستوى العنق وطاح حدا الجثه ديال ولده وغرقو وسط بركه من الدماء. مورا ما وقعت الجريمه شي حد من افراد الاسره داخل المنزل شاف داك المنظر المروع ديال الاب وولده وناض عيط على الاسعاف وخبر السلطات الامنيه باللي وقع. وبسرعه البرق حضروا عناصر الشرطه القضائيه بالمنطقه الامنيه لسلا الجديده وفريق مسرح الجريمه، وكذلك جاءوا حتى اعوان السلطه للبيت اللي وقعت فيه المجزره، وتم استدعاء سياره الاسعاف على الفور باش ينقلوا الاب وولده للمستعجلات. الابن مات في سيارة الاسعاف ملي كانوا غادين به للمستشفى الاقليمي باش يعتقوه، بينما الاب مازال كيصارع الموت بقسم العناية المركزة بالمركز الاستشفائي الاقليمي مولاي عبد الله بسالة. من بعد الضابطة الامنية غادي يستمعوا للاقوال ديال الزوجة وام الضحية بحكم هي عايشة معاهم في نفس الدار وعارفة المشاكل اللي كتجمع ما بين الاب وولده. فالام تقول راجلي وولدي بيناتهم مشاكل كثيره بزاف، ولدي ما كيسمعش الهضره ديال تباه، وفين ما يقول ليه دير شي حاجه ما كيديرهاش، وديما الجيران كيتشكاو منه لباه. هادشي خلى العلاقه ما بين الاب وولده دائما متوتره ودائما مصادعين ومناقرين مع بعضياتهم. ولكن النقطه التي افاضت الكاس هي انه مؤخرا الابن بدا كيقوم بتصرفات خطيره. الام تقول ان ولدها مؤخرا ولات فيه واحد القاعده خايبه بزاف، كيمشي للاغراض الشخصيه ديال باه وكيسرقهم ليه بلا ما يشوفو، كيدخل لبيت النعاس مره كيهز شي لبسه زوينه ديال باه ويسرقها، ومره تتبان ليه شي حاجه غاليه ديال باه كينوض يهزها حتى هي ويشفرها. شنو كيدير بهذا الشيء الله اعلم، واش كيبيعهم واش كيعطيهم ما عرفوش. الاب عيا يهضر مع ولده ويرد له عقله، ولكن الابن غادي وكيزيد فيه باله حتى صافي الاب بزعف وما بقى له فين يزيد في الصبر. ونهار الثلاث الماضي قرر انه يوضع حد للمشاكل اللي كيتسبب فيها ولده، ترصد به حتى شافو كيصلي وهو يمشي للكوزينه وجاب واحد المقده وجا عند ولده من اللور وباغتو على غفله وضربو مقده للراس في محاوله منه انه ينهي لي حياته. مني الضابطه الامنيه كملوا من الاستماع للزوجه وخداو الاقوال ديالها، استمعوا كذلك لافراد مقربين من الاسره المكلومه باش يعرفوا اكثر شنو هي المشاكل الحقيقيه اللي كانت كتجمع ما بين الاب وولده. الناس اللي قرب من الاسره تيقولوا ان هذا الابن كانوا عنده سوابق قضائيه وفايت مشدود في الحبس، وكان واحد الابن عاق وديما كيخلق المشاكل مع والديه، وكيضطروا الناس يتدخلوا باش يطفيوا الغضب بيناتهم، خصوصا كيدخلوا في الصراعات اللي كانت كتوقع بين الاب وولده. ومن بعد الضابطه الامنيه مشاو للمستشفى باش يستمعوا حتى المتهم اللي هو الاب ديال الضحيه، ولكن حالته الصحيه ما كانتش كتسمح لان السيد باقي في الانعاش بين الحياه والموت بعد ما قطع الشريان ديال العنق ديالو في محاوله للانتحار.
النيابة العامة أمرت بإجراء تشريح طبي على الجثة ديال الضحية باش يعرفوا شنا هي الأسباب ديال الوفاة، بينما الأب اللي هو المتهم فغادي يبقى تحت مراقبة طبية مشددة، ولكن الأطباء كيرجحوا أنه محال يبقى على قيد الحياة نظرا لخطورة الإصابة ديالو. كيظهر لي يا خوتي أن القضية واضحة وضوح الشمس، الإبن فايت مدوز الحبس وكان كيتناول المخدرات، وانتم عارفين أن هذا النوع ممكن يدير أي حاجة باش يلقى فلوس البلية. الولد نهار وما طال هو كيطلب الفلوس لمو باش يلقى باش يشري البلية، حتى صافي ما بقى عندها ما تعطيه. ناد كيبيع الحوايج ديال الدار، وبعض المرات كيبيع أشياء اللي هي ديال الأب ديالو، كيسرق من الدار وكيمشي كيبيع باش يلقى فلوس البلية. وهنا الأب ما غاديش يصبر ليه على هاد الفعايل، داكشي علاش ديما كانوا بيناتهم الصراعات. وانتم عارفين الشباب اللي مبليين الله يعفو على الجميع، راه ملي كتجيهم الحالة راه ما كيفكروش وما كيخدموش العقل، المهم هو يدبروا على الفلوس ديال البلية باش مما كان. هنا الأب منين عيا ما ينصح ولده والو ما كيسمعش ليه ومعيشه في العذاب، ناد قرر باش يصفيها ليه ويتهنى من العذاب اللي معيشه فيه، خلاه حتى تخشع في الصلاة ويضربو بمقدة على مستوى الرأس ضربة اللي هي قاتلة. ولكن الأب حكم الكبدة وأن الضحية هو ولده من صلبه، فما صبرش مسكين وقرر ينتحر باش يهرب من تأنيب الضمير ويتبع ولده حتى هو. هذه قصة مأساوية، وأكيد ماشي هذه هي أول أسرة مغربية كتعيش هذه المعاناة مع الإبن اللي كيكون مبلي. أسر كثيرة كيعانيو مساكن نفس المشكل وكيعيشوا نفس الفيلم في غياب حلول اللي خاص تبدلها وزارة الصحة باش تعالج هاد الشباب المدمنين. هاد المدمنين راه خاصهم مراكز استشفائية اللي استمعوا لهم فيها أطر طبية متخصصة، طبيب يسمع لذاك المدمن ويعرف شنو المشاكل الاجتماعية اللي كيعيشها، لأن أكيد كل شاب كيتناول المخدرات إلا وكيهرب من شي مشكل، كيهرب من شي حاجة اللي كتعذبو في حياته، فمنين كيتدروقة كيترفع السيد وما كيبقاش بعقله. وضروري الطبيب يعرف شنو هي نوع المخدرات اللي كيتناول هذا الشخص، وبالتالي غادي يعطي ليه العلاج الضروري. راه كاين الحمد لله أدوية اللي كتساعد في الإقلاع على المخدرات، خصنا غير السبيطارات اللي غيشدو هاد الناس يتعالجوا. راه خصنا نفهموا أن المخدرات راها خرجت على فئة كبيرة من الشباب، خصوصا مخدر البوفا، هذاك المخدر ديال الفقراء اللي الأفارقة هما اللي دخلوه لبلادنا الله ياخذ فيهم الحق. فهذه راها حقيقة واضحة لا غبار عليها، إذا خصنا حل، ماشي نبقاو ناعسين ويوميا نسمعوا هذا قتل امه هذا قتل باه، حتى امتى غيبقى هذا النزيف؟ إذا الوزارة الوصية هي اللي كتحمل المسؤولية ديال هذا الشيء. فكنتمنوا أنه في هذه الوزارة الجديدة اللي عاد تم التعيين ديالها نشوفوا شي بشارة خير من هنا لقدام، ونشوفوا شي تغييرات اللي غتفرحنا حنا كشعب مغربي. إذا كانت هذه هي قضية اليوم، الله يرحم المرحوم والله يصبر هذيك الأم مسكينة، والأب اللي في الإنعاش الله يشافيه يا ربي أمين. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو، ما تنسوش تخليوا وجهة النظر ديالكم من خلال تعليقاتكم، بارتاجيو الفيديو مع أحبابكم، خليتكم على خير، إلى اللقاء.